هروح مع حضرتك معلش، انا يعني احنا خطفنا كده من نص، كان لازم نبدا طبعا بالعلاقه الجميله ما بين عيله امام والرموز الكبيره في النادي الاهلي، لكن انا عايزه ابدا بقى بدكتور ماجي والله يرحمه حماده امام، والتعارف اصلا حصل ازاي؟ عايزين نسمعها في قناتنا. وكنت متردده في الاول برضو ترتبطي بلعب كوره ولا لا، حياتهم برضو لا صعبه، يعني خلينا نعرف. انا الحقيقه بحب الزمالك من وانا طفله يعني، فكنت بحب طبعا النادي وبحب اروح المباريات. فكنا في الجامعه 4 زميلات احنا صديقات، 2 اهلاويه واثنين زملكاويه، ونروح مع بعض متقسمه مظبوطه. انا والدكتوره منى الحديدي الاستاذه في كليه الاعلام زملكاويه، وبنروح مع والدها الدكتور الراحل سعيد الحديدي، وكابتن والصديقتين التانيين مدام سلمى الشماعة الإعلامية الكبيرة، ومدام نيلي شاهين أخت لاعب الزمالك حارس المرمى شاهين. تخيل بقى هو زمالك يعني، والعيلة بتاعته كلها أهلاوية، وكان الوحيد اللي فيهم يعني. فكنا بنروح بقى النادي الأهلي في ايام بقى العز، لما كانت طبعا مباريات في الانديه وكان مدرجات، مع كابتن عادل هيكل زميلنا يجيب لنا الدعوات، ونروح بقى الزمالك مع دكتور الحديدي. اتعرفتوا على بعض ازاي بقى يا دكتور؟ من خلال بقى برضو المباريات. انا كنت بحب بقى الزمالك، بحب بصفه خاصه لعبه حماده، وكنت عامله بقى زي البنات المراهقات كده كراسه ومجموع الصور يعني كنت بتجمعي صور وبقى تحديدا بالذات. بالذات هو الكلام بقى بالذات. وبالصدفه بقى اخته معايا في المدرسه، فجت بقى شافني طبعا معاها، ياما حسيت الصدفه العلاقه يعني. فاتخطبنا بقى على طول اول ما اتخرجت، وتقدم لوالدي، واللي جه خطبني مع والده رئيس نادي الزمالك حسن عامر الله يرحمه، صديق لوالدي، فجه بقى يدعمه يعني كمان. فكانت سنوات جميله بقى.